بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. خادم الحرمين الشريفين مليكنا المحبوب سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة والمعالي، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم مؤسسة الملك خالد بن عبد العزيز أحييكم وأرحب بكم في أمسية من أماسي الوفاء والعرفان والامتنان. الوفاء لذكرى الملك خالد بن عبد العزيز، نسأل الله له الرحمة والمغفرة والجنة. والعرفان لكوكبة من الجمعيات التي قدمت إسهامات متميزة للوطن وأياد بيضاء، فبادلها الوطن الإخلاص بالتكريم والعرفان. والامتنان لكم يا مولاي على رعايتكم هذا الحفل وتشريفه وتقديم الجوائز للمكرمين. خير ما نبدأ به هذا الحفل آيات من القرآن الكريم يقرأها إمام وخطيب جامع الملك خالد الشيخ خالد الجليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوا تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد أمنهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. خادم الحرمين الشريفين، أيها الحفل الكريم، الآن نشاهد عرضاً مرئياً تعريفياً بمؤسسة الملك خالد. الرياض 1913، تاريخ خط بداية سيرة خالدة كتبت أولى كلماتها ولادة الملك خالد بن عبد العزيز، الذي نشأ في كنف والده وشب تحت رعايته، متميزاً بشخصية قيادية حكيمة محبة للخير والعطاء. هو الذي آمن أن العطاء الأكبر هو من خلال الاستثمار في شعبه، فكان خير مثال على حب الناس، فألهم الكثيرين ممن أرادوا إكمال مسيرته إلى أن ولدت مؤسسة الملك خالد لتسير على رؤيته وخطاه. الفكرة أضحت واقعاً، مؤسسة فاعلة ذات رسالة واضحة
وهي تمكين الناس ليساعدوا أنفسهم. فقمنا باستثناء الجانب الرعوي من خطتنا، وركزنا على الهدف التنموي لبناء قاعدة قوية ركيزتها الإنسان، عبر تقديم حلول تنموية للجمعيات لبناء وتطوير قدراتهم، وبالتالي المساهمة في تنمية المجتمع. إن سعينا هذا كان منطلقاً وحافزاً لابتكار برامج عدة. تنشط المؤسسة في تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي من شأنها بناء قدرات المنظمات غير الربحية وتطوير أدائها لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات لمستفيديها، بالإضافة لتقديم منح مالية للمنظمات بهدف دعم مشاريعها بحيث تنعكس على تطوير وتنمية المجتمع المحلي. تهدف الجائزة إلى الارتقاء بالفكر الاستراتيجي للعمل التنموي المستدام في المجتمع السعودي، وذلك من خلال تكريم وإبراز الأفراد أصحاب المبادرات المبتكرة التي تسهم في علاج قضايا مجتمعية ملحة، والمنظمات المتميزة إدارياً في القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص التي تعنى بتطوير وتأصيل ممارسات المسؤولية الاجتماعية. تدعم المؤسسة إجراء البحوث العلمية في المجالين الخيري والتنموي، وتركز بدراساتها على المواضيع الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالمجتمع السعودي، بالإضافة إلى رفع الوعي الاجتماعي والدفع باتجاه التغيير الإيجابي للسياسات والأنظمة المتعلقة بالقضايا التنموية المهمة. تختص بشكل حصري في توثيق وتدوين سيرة الملك خالد ونشر مآثره وأعماله الجليلة رحمه الله. قامت المؤسسة بإعادة بناء جامع الملك عبد العزيز والاهتمام به، إلى جانب اهتمامها بجامع الملك خالد في مدينة الرياض، كما ترعى المؤسسة أنشطتهما الدينية والاجتماعية. وكوننا نؤمن بأن استدامة وفعالية عطائنا تكمن في تطوير أنفسنا، قمنا بإنشاء شراكات محلية ودولية تهدف إلى تقاسم المعرفة وتعزيز جودة برامجنا، مما يمنح مشاريعنا دفعاً معنوياً وتنموياً. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه، وهو ما جعلناه منطلقاً لكافة أعمالنا ومبادراتنا، مما جعلها تنال التقدير والجوائز من قبل جهات محلية وعالمية. إن اعتزازنا اليوم كمؤسسة تحمل اسم الملك خالد هو أمر لا يوصف، لأننا لا نحمل فقط اسم ملك تخلدت مسيرته بحب الخير والعطاء، بل نحمل أيضاً رسالته وشغفه، رسالة خير وشغف لا ينضب. شخصية تاريخية اجتمعت على محبتها القلوب، آمن إن الإنسان هو محور بناء الأوطان، وأن صروح الأمم وتقدمها لا تبنى إلا بعزة ورخاء شعوبها، فكان إيمانه منطلقاً لأعماله، آخذاً على نفسه العهد بكلمات لا زال يتردد صداها في ذاكرة كل من أحبه. وأنا إن شاء الله أخدمكم كل شيء. تجيء الجائزة وقفة تقدير وتأصيل للفعل الخيري المؤسسي بما يرفض منطلقات التنمية في الوطن ويعزز مخرجاتها الإبداعية ويكافئ المتميزين، سيراً على الخطى التي استناها الملك خالد طيب الله ثراه، الذي تشرف الجائزة بحمل اسمه ورعاية نهجه. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، رئيس هيئة الجائزة، يلقي كلمته في هذه المناسبة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان يقوم على ثلاث فضائل: الدين والمروءة والشرف.
وإذا ذهبت واحدة من هذه سلبته معنى الإنسانية. يطيب لي يا سيدي أن أستهل كلمتي هذه بالمقولة الخالدة للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه. هذه المقولة التي كانت بمثابة النبتة الصالحة التي غرسها المؤسس في أبنائه من ملوك وأمراء، فأينعت وأثمرت ولا تزال تثمر أعمالاً إنسانية ومواقف مروءة وشهامة ونجدة تجاوزت حدود الوطن للعالم العربي ثم عمت العالم أجمع. وفي عهد الحزم والعزم، عهد سلمان بن عبد العزيز، تتمثل هذه الفضائل الثلاث أقوالاً ومواقف وأعمالاً يشهد بها القاصي قبل الداني والبعيد قبل القريب، وما تعيش فيه هذه البلاد خلال عهده الميمون من أمن وأمان ورخاء رغم ما يحيطنا من قلاقل واضطرابات إلا ثمرة من ثمرات هذه الفضائل. فبلادنا حفظها الله تسير بخطى ثابتة وراسخة في طريقها وفق رؤية ثاقبة واضحة المعالم واستشراف للمستقبل من أجل الخير لإنسان هذا البلد المبارك. أيها الحضور الكريم، يحق لنا أمام سلمان أن نفخر بما وصلنا إليه وما نصبو إليه من أجل أبنائنا وأحفادنا. نفخر بالعقول النيرة لأبناء هذا الوطن المعطاء، نفخر باللحمة بين القيادة والشعب، نفخر ونسعد بتماسكنا في الرخاء والشدائد، نفخر بمكانتنا إقليمياً وعربياً وعالمياً، نفخر بالبناء والتنمية والرقي والهمة والعزم قيادةً وشعباً، نفخر بما نمتلكه من قدرات بشرية ووطنية واقتصادية، وأخيراً نفخر بما نمتلكه من إنسانية في عالم أحوج ما يكون فيه إلى هذه الكلمة قولاً وفعلاً. أيها الجمع المبارك، إن مؤسسة الملك خالد ومنذ تأسيسها قبل 16 عاماً تسعى سعياً حثيثاً لأن تكون مؤسسة ذات تأثير إيجابي على حياة الناس لابتكار حلول فاعلة تتمكن من خلالها من مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع السعودي. وتأتي مبادرتها الكبرى جائزة الملك خالد للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة لأفراد المجتمع في بلادنا الغالية، وذلك عبر منظومتها الثلاثية: الأفراد والمنظمات الخيرية والقطاع الخاص، من أجل الارتقاء بالفكر الاستراتيجي للعمل الخيري والتنمية الاجتماعية المستدامة في مجتمعنا السعودي. سيدي خادم الحرمين الشريفين، إن ما قدمتموه ولا زلتم تقدمونه من دعم متواصل لجائزة الملك خالد بما يحقق رسالتها الاجتماعية والتنموية ما هو إلا وسام على صدورنا وعلى صدور كل من يعمل من أجلها. ويكفينا فخراً يا سيدي حضوركم المتواصل لحفلها السنوي، حفظكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم. أيها الشركاء في النجاح، مجتمعنا المتماسك، كل من ينتسب لبلادنا الطيبة وأرضها الطاهرة، أقول لكم شكراً من الأعماق، فقد كنتم سواعد تبني فتعلي بناءً شامخاً تلو البناء ليصل إلى عنان السماء، كما كنتم في الوقت نفسه سواعد تدافع عن أرضنا ومكتسباتنا ضد كل معتد أثيم تحركه أيديولوجيات وأطماع نابعة من حقد دفين وحسد موروث، تحمل معاول تريد أن تهدم ما وصلنا إليه من لحمة وتماسك ورقي جعلنا في مصاف دول العالم المتقدم. سيدي خادم الحرمين الشريفين، أختم بأسمى معاني الشكر والامتنان والعرفان إلى مقامكم الكريم وإلى سمو ولي عهدكم الأمين الأمير محمد بن نايف، وإلى سمو ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان على الدعم المتواصل والدائم لمؤسسة الملك خالد الخيرية ولهذه الجائزة، فدعمكم لجميع أعمال الخير في مملكتنا الحبيبة ولأشقائنا المسلمين والعرب وللعالم مشهود به في أصقاع المعمورة، كما أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء هيئة الجائزة الكرام واللجان المتنوعة لها وسفرائها القديرين بمختلف مناطق المملكة. حفظكم الله يا سيدي ذخراً لوطننا وأمتنا، وأدام عليكم ثوب الصحة والعافية، والله أسأل أن يديم علينا وحدتنا وأمننا وأماننا واستقرارنا، وأن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين عام الجائزة الأستاذ سعود بن عبد الرحمن الشمري يتشرف بإلقاء كلمة تتضمن أسماء الفائزين بفروع الجائزة وعرضاً مرئياً تعريفياً بهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي، حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية تفيض امتناناً لرعايتكم يا خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها السادسة للعام 2016. هذا الاحتفال الكبير الذي اعتادت مؤسسة الملك خالد على إقامته سنوياً تكريماً لمن أبدع وتميز وآمن بالقيم فارتقى القمم. عودتمونا دائماً يحفظكم الله على تقديم كل الدعم للقائمين على العمل التنموي في بلادنا المباركة وتكريم أهل العطاء بوطننا المعطاء، فكم نحن فخورون بوجودكم بيننا لتتويج البارزين من أفراد ومؤسسات المجتمع بجائزة تحمل اسماً غالياً علينا جميعاً، وهو خالد بن عبد العزيز رحمه الله وطيب الله ثراه. سيدي خادم الحرمين الشريفين، تشمل جائزة الملك خالد ثلاثة فروع، هي: الفرع الأول جائزة الملك خالد لشركاء التنمية، وتمنح لتكريم المبادرات التطوعية التي تسهم في معالجة القضايا والموضوعات ذات الأهمية المجتمعية، وبلغ عدد المبادرات المتقدمة لهذا الفرع 741 مبادرة، وقد فاز بالجائزة لهذا العام المركز الأول مبادرة تواصل الأطباء، المركز الثاني مبادرة حياتي سكر، المركز الثالث مبادرة بصمات مبتعث. ونشاهد سوياً الآن عرضاً مرئياً عن الفائزين بهذا الفرع. أفضل مثال لتوضيح هذه المبادرة هو قصة لبنت اسمها فاطمة، تعيش في إحدى القرى النائية وتعاني من مشكلة في تساقط الشعر. زارت مع والدها طبيب اسمه دكتور ماجد، دكتور ماجد طبيب أطفال عام، قدر يسوي كل اللي يقدر عليه، بس في علاج الأمراض هذه لازم استشارة ولازم مساعدة من طبيب متخصص. لكن للأسف المنطقة اللي هم موجودين فيها ما فيها استشاري من هالنوع، وفي الحالات اللي مثل هذه اضطر الدكتور أنه يطلب موعد لفاطمة في مستشفى مرجعي قد يستغرق أشهر. فالطريقة الأنسب أن نساعد فاطمة وهي في مكانها أن نساعد دكتور ماجد يعالج فاطمة، ومنها كان البدء بمبادرة The Clinicians وتطوير التطبيق. سوف نستثمر قيمة الجائزة في إنشاء حملات ترويجية وحملات إعلانية للتطبيق بين الكوادر الطبية في المملكة العربية السعودية من خلال الحضور إلى المؤتمرات الطبية. ختاماً نحب أن احنا
نشكر أولاً جميع الأطباء الاستشاريين اللي تبرعوا بجزء من وقتهم وعلمهم لدعم هذه المبادرة. ثانياً جميع من ساهم في بناء هذا التطبيق من أطباء ومحامين ومبرمجين، كل الشكر لهم. ثالثاً شركة الاتصالات السعودية لدعمها المتواصل للمبادرة. مبادرة حياتي سكر مختصة بالتعايش مع مرضى السكر بكافة نوعي الأول والثاني من خلال قناة على اليوتيوب. أستعرض فيها فيديوهات أصورها بطريقة مختلفة شوي، يعني فيها تفاؤلية، تتكلم عن التعايش مع المرض بطريقة بسيطة يفهمها الصغير قبل الكبير وبلغة بسيطة جدا. المبادرة تأثر على هذا الأشخاص المصابين في ثلاث جوانب، نفسياً واجتماعياً وصحياً. الفئة المستهدفة من المبادرة حالياً من عمر 15 سنة إلى 30. طموحي بإذن الله أن حياتي سكر تنتقل من قناة على اليوتيوب إلى مؤسسة غير ربحية مختصة في التعايش مع مرضى السكر. فوزي بجائزة الملك خالد يساعدني بإذن الله في أني أحول الكثير من الأهداف الموجودة عندي من النطاق النظري إلى التطبيقي وتكون بشكل واقعي وفعلي، وغيرها من الأهداف اللي بإذن الله راح تتحقق بعد الفوز. أحب أشكر دكتوري مطلق المطيري، هو أول شخص ساعدني في إنشاء مبادرة حياتي سكر. شكراً لأمي وأبوي وأخواني وأخواتي وصحباتي اللي ساعدوني في الاستمرار. شكراً لكل مصاب بمرض السكر جاء وخبرني بأن حياتي سكر ساعدته في التعايش مع المرض. وشكراً لكل القائمين على جائزة الملك خالد لثقتهم بي وبمبادرة حياتي سكر. مبادرة بصمات مبتعث هي مبادرة تطوعية، فكرة الأستاذ فيصل اليوسف، تم إنشائها قبل 3 سنوات. تستهدف بصمات مبتعث جميع الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى جمع وأرشفة جميع إنجازاتهم سواء التعليمية أو الثقافية أو الرياضية. رؤيتنا المستقبلية في بصمات مبتعث هو نقل الأعمال التطوعية والخبرات التطوعية من الخارج إلى داخل المملكة العربية السعودية إن شاء الله، أيضاً التوسع والتواجد ميدانياً في دول الابتعاث الأخرى. الفوز بجائزة الملك خالد بإذن الله سوف يساهم إلى التعرف على مبادرة بصمات مبتعث داخل المملكة العربية السعودية وبين مجتمع الطلاب في الخارج. ختاماً نشكر الوطن على إتاحته الفرصة الثمينة لنا للدراسة في أكبر الجامعات العالمية. أيضاً نشكر وزارة التعليم والملحقية الثقافية في واشنطن ممثلة في الدكتور محمد العيسى، وأيضاً نشكر أصحاب الإنجازات أنفسهم على تعاونهم، بالإضافة أيضاً نشكر المتطوعين أنفسهم على تعاملهم مع بصمات مبتعث خلال 3 سنوات الماضية. الفرع الثالث جائزة الملك خالد للتميز للمنظمات غير الربحية، وتمنح للمنظمات ذات الأداء الإداري المتميز والمسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وبلغ عدد المنظمات المتقدمة لهذا الفرع 192 منظمة، وقد فاز بالجائزة لهذا العام المركز الأول الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بناء، المركز الثاني جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة أسرتي، المركز الثالث الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض إنسان. نشاهد الآن سويا عرضا مرئيا عن الفائزين بهذا الفرع. جمعية بناء انطلقت مبادرة مجموعة من أعيان المنطقة الشرقية على رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي محمد بن فهد بن عبد العزيز. جمعية بناء اليوم ترعى أكثر من 2740 يتيم ويتيمة وأرملة، تقدم لهم العديد من المبادرات النوعية في مجال رعاية وتأهيل وتمكين الأيتام. نركز على البناء المؤسسي من خلال تخطيط استراتيجي وكذلك توظيف القيادات الشابة في الجمعية. نفخر أنه جمعية بناء 95% من العاملين فيها من الشباب السعودي الشغوف بالعمل الخيري والتطويري في مجال رعاية الأيتام.
اليوم نحن فخورون بفوزنا بجائزة الملك خالد فرع التميز المنظمات غير الربحية 2016، وهذا يجعلنا نستمر في بناء قدراتنا لتحقيق رؤية وطننا 2030. في الختام أود أن أشكر جائزة الملك خالد على دورها في تطوير القطاع الثالث في المملكة العربية السعودية، والشكر أيضا لصاحب السمو الملك الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر لجمعية بناء، والشكر لصاحب السمو الملك الأمير تركي محمد بن فهد رئيس مجلس إدارة على متابعته لتطوير الجمعية الدائم والمستمر، ولأعضاء مجلس إدارة جمعية بناء ولكافة الشركاء والداعمين، والشكر الموصول لزملائي فريق العمل في جمعية بناء الذين سيواصلون العطاء في بناء الإنسان. جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة أسرتي جمعية متخصصة في تنمية ورعاية الأسرة. كان الدافع للمشاركة في فرع التميز للمنظمات غير ربحية بجائزة الملك خالد هو التطوير الإداري على مستوى الفرد والمنظمة جمعية أسرتي، لنبني تجربة مؤسسية رائدة وناجحة على مستوى المملكة وعلى مستوى الشرق الأوسط حتى تكون تجربة يحتذى بها في المستقبل. فوز جمعية أسرتي بجائزة الملك خالد فرع التميز للمنظمات غير ربحية أكسبها الكثير من الفوائد، وكان له الأثر البالغ على عدة مستويات وعدة أصعدة، كما تواصلت معنا كثير من المؤسسات المانحة لتقديم الدعم للبرامج والخدمات المتميزة التي تقدمها جمعية أسرتي للمجتمع. ختاماً أتوجه بالشكر الجزيل والثناء العاطر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة لدعمه اللامحدود للعمل الاجتماعي في المنطقة ولجمعية أسرتي، كما أتوجه بالشكر الجزيل لرئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري الثبيتي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، وأشكر الإدارة التنفيذية وكافة الموظفين الذين أسهموا في نجاحنا وفوزنا بهذه الجائزة، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكافة المستفيدين من برامج وخدمات الجمعية الذين منحونا فرصة لنقدم لهم خدماتنا، ونتوجه كذلك بالشكر الجزيل لمؤسسة الملك خالد الخيرية. جمعية إنسان هي جمعية متخصصة لرعاية الأيتام، تأسست عام 1419 هجري، وعلى مدى 17 عام من التأسيس ارتقت ووصلت إلى ما وصلت إليه الآن. لدينا برنامج خادم الحرمين الشريفين، برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان. هذا البرنامج يختص بتأهيل أبناء إنسان من فوق عمر 18 سنة، وذلك لاختيار المجال أو المحور الذي يستطيع هذا الابن أو الابنة الدخول والولوج له في عالم العمل والتأهيل والتدريب. وأنا سأنطلق من كلمة قالها صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان حينما قال: إن الفوز بالجائزة ليس هدفا بحد ذاته، وإنما هو لمعرفة نقاط الضعف لتحسينها ونقاط القوة لتمتينها. في الحقيقة فوز جمعية إنسان بجائزة الملك خالد للمنظمات الغير ربحية لا يعني فوز جمعية واحدة فقط، بل هو فوز لثمانية عشر فرعاً، كل فرع منها يمثل جمعية مستقلة بمستفيديها وموظفيها وعملائها. في نهاية هذا اللقاء أحب أن أقدم كل شكري وتقديري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي هو المؤسس الأول لجمعية إنسان وأول رئيس مجلس إدارة لها، والشكر موصول كذلك لجميع من دعم جمعية إنسان في مسيرتها نحو التميز، ولا أنسى موظفي ومستفيدي جمعية إنسان الذين كان لهم دور كبير في الرقي بهذه الجمعية إلى مصاف المؤسسات المتميزة. الفرع الثالث جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، وتمنح لتكريم منشآت القطاع الخاص التي تطبق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، وبلغ عدد المنشآت المتقدمة لهذا الفرع 195 منشأة، وقد فاز بالجائزة لهذا العام المركز الأول البنك السعودي للاستثمار.
المركز الثاني فاز به مناصفة كل من شركة سيسكو السعودية العربية سبورت المحدودة والشركة السعودية للحديد والصلب حديد. المركز الثالث فازت به شركة شهد المروج سبيشال دايركشن. ونشاهد الآن عرضا مرئيا عن الفائزين بهذا الفرع. البنك أحد البنوك السعودية، تأسس عام 1976 ميلادية، يبلغ عدد فروع 48 فرع و12 قسماً للسيدات. نؤمن في البنك السعودي للاستثمار أن التنمية المستدامة والحوكمة دائرتين متقاطعتين. لن يكون هناك تنمية مستدامة فعالة إذا لم يكن هناك حوكمة فعالة. منذ أن شاركنا في جائزة الملك خالد فرع التنافسية المسؤولة وحققنا بسبب هذه المشاركة ولله الحمد خلال الثلاث سنوات من المركز الثالث إلى المركز الثاني إلى المركز الأول في هذه السنة، الاستفادة التي استفدنا منها في مشاركاتنا في جائزة الملك خالد رحمه الله للتنافسية المسؤولة، استطاعتنا هذا العام في تحقيق هذه جائزة الملك عبد العزيز للجودة بنجاح ولله الحمد. في الختام نود أن نشكر القائمين على جائزة الملك خالد لتطوير هذه الجائزة وعملنا معهم خلال الثلاث سنوات واستفادتنا منها في تطبيق استراتيجياتنا. الشكر أيضاً إلى موظفينا وإلى مجلس إدارتنا الداعم لنا في تحقيق هذه الجائزة وتوقعات جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة ومتابعتهم لنا في تطبيق هذه المعايير التي توصلنا بحمد الله إلى الفوز للسنة الثالثة والحمد لله. الشركة السعودية للحديد والصلب حديد إحدى شركات سابق نشاطها الرئيسي في إنتاج صناعة الحديد، كذلك تتبنى بيئة عمل صالحة داخل الشركة، تبنت أيضاً أنشطة أو مشاريع للحفاظ على البيئة. بلا شك فوز شركة حديد بالمركز الثاني في من جائزة الملك خالد فرع التنافسية المسؤولة سوف يعزز جوانب كثيرة من البيئية والاجتماعية والتنافسية للشركة، والنقاط التي تحتاج دعم سوف تقوم الشركة على دعمها. بلا شك سوف نستفيد من التقرير الذي سوف يتم إرساله للشركة من الأخوة بجائزة الملك خالد، وكذلك ورش العمل التي سوف تقام لاحقاً لتعزيز هذين الجانبين إن شاء الله. في الختام شكرا لله اولا واخيرا، ونحب نشكر الاخوه في القائمين على الجائزه بجائزه الملك خالد. نشكر سعاده المهندس حسن الغنام رئيس شركه حديد لدعمه اللامحدود لوصولنا لهذا ما وصلنا اليه من الشركه. سيسكو هي شركه رائده في مجال تقنيه المعلومات والحلول الرقميه في العالم وللوطن. رؤية شركة سيسكو في المملكة العربية السعودية هي أن تكون الشريك الرقمي والتقني الأول. فما يتعلق في الإبداع، سيسكو بالتعاون مع الجامعات ومع الجهات ذات صلة سوف يتم بإذن الله إطلاق مسرعات وحاضنات لتبني هذه الأفكار الجميلة والنيرة من شبابنا وأبناء قادة المستقبل لإن شاء الله حل مشاكل اليوم والغد في وطننا الحبيب. فوز شركة سيسكو بفرع التنافسية المسؤولة تحت جائزة الملك خالد الخيرية سيكون بإذن الله دافع لنا لتقديم المزيد بإذن الله، وأحد النواة الرئيسية للاستدامة في عمل المزيد إن شاء الله. ختاماً أشكر جميع المسؤولين والقائمين على جائزة الملك خالد، وثانياً أشكر فريق العمل في شركة سيسكو الشغوف والحريص على تقديم المبادرات تحت التنافسية المسؤولة، وآخر وليس أخير من شركائنا في النجاح. شركة سبيشال دايركشن شركة متخصصة في الاستشارات الإدارية، التطوير والتدريب والاستثمار في الكفاءات. قوتنا دائماً في التطوع المعرفي، وهذا السبب اللي خلانا نشتغل بقوة في موضوع المبادرات المعرفية فيما يخص برامج المسؤولية الاجتماعية. فنقل الخبرات حقيقة ونقل وتوطين التقنية هو ما نسعى إليه في سبيشال دايركشن. من النماذج اللي بدأنا نشتغل فيها بعد فوزنا بجائزة الملك خالد فرع التنافسية المسؤولة لعام 2015 كانت
توقيعنا مع عدة جهات دولية، من ضمنها كانت عقد تطوير الشباب مع وزارة الخارجية الأمريكية، كذلك توقيعنا مع منظمة الأمم المتحدة في البرنامج الخاص بتطوير ودعم الشباب. وكان من أهم البرامج اللي اشتغلنا عليها برنامج الرحلات المعرفية والثقافية، ونحمد الله ونشكره على فوزنا بالجائزة لهذه السنة، وبإذن الله حيكون بالنسبة لنا بداية جديدة للخروج من دائرة الوطن العربي إلى العالمية في تقديم خدمات الاستشارات للقطاع الخاص والقطاع العام على المستوى الدولي. ختاماً نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على رعايته وتشريفه لهذا الحفل الكريم. نشكر مؤسسة الملك خالد على دعمها لا منتهي في التطوير والتنمية المستدامة، وأشكر مجلس إدارة سبيشال دايركشن وجميع الشركاء والعملاء والعاملين معنا. شكرا جزيلا لكم. في الختام أسأل الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا وأن يديم علينا نعمه، كما أتقدم يا خادم الحرمين الشريفين لمقامكم الكريم بوافر الشكر وعظيم الامتنان على رعايتكم المتواصلة لجائزة الملك خالد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن يا خادم الحرمين الشريفين أرجو أن تتفضلوا بتقديم الجوائز للفائزين الذين سيتشرفون بالسلام عليكم واستلام جوائزهم. أولاً، الفائزون بفرع التميز للمنظمات غير الربحية. المركز الأول، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بناء، ويستلم الجائزة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية. المركز الثاني، جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة أسرتي، ويستلم الجائزة المهندس عبد الرزاق مختار مخدوم المدير التنفيذي للجمعية. المركز الثالث، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض إنسان، ويستلم الجائزة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية. ثانياً، الفائزون بفرع شركاء التنمية. المركز الأول، مبادرة تواصل الأطباء، ويستلم الجائزة الدكتور سامي السلمي. المركز الثاني، مبادرة حياتي سكر، ويستلم الجائزة الأستاذة جواهر الحيدر. المركز الثالث، مبادرة بصمات مبتعث، ويستلم الجائزة الأستاذ فيصل اليوسف. ثالثاً، الفائزون بفرع التنافسية المسؤولة. المركز الأول، البنك السعودي للاستثمار، ويستلم الجائزة الأستاذ عبد الله بن صالح بن جمعة رئيس مجلس إدارة البنك. المركز الثاني، وقد فاز به بالتساوي كل من شركة سيسكو السعودية العربية سابورت المحدودة
ويستلم الجائزة المهندس عبد الله السواحة مدير عام الشركة. أيضاً في المركز الثاني الشركة السعودية للحديد والصلب حديد، ويستلم الجائزة المهندس عبد الله العلياني مدير عام قطاع مصانع الصلب والاختزال المباشر. المركز الثالث شركة شهد المروج سبيشال دايركشن، ويستلم الجائزة الدكتور شادي خاوندنة رئيس مجلس الإدارة. الآن يقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز هدية مؤسسة الملك خالد لمقام خادم الحرمين الشريفين، وهي عبارة عن صورة تذكارية تستحضر نبع العطاء خالد ورمز الوفاء سلمان. الآن يا خادم الحرمين الشريفين، يتشرف الفائزون بجائزة الملك خالد لهذا العام شكراً لكم يا مولاي لتشريفكم هذا الحفل. نهنئ الفائزين ونأمل لوطننا الغالي استمرار مسيرة العمل والعطاء والإنجاز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.